بين النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الأفضل لصلاة الوتر، وأن الأفضل أن توتر أول الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة كما أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدردة، كلهم أوصاهم أن يوتر أول الليل، إلا إذا طمع الإنسان. إذا طمع الإنسان أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة.